نوصلوا لكيب مونديال ونتكلموا على حصيلة الجولة الثانية في دور المجموعات. أبرز الاستنتاجات في هذا التقرير ثم نعود لكيب مونديال. إحصائيات وأرقام جديدة بعد نهاية مباريات دور المجموعات في الجولة الثانية في المونديال. ثنائية لوكاكو ضد تونس تخليه الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي في كأس العالم برصيد 5 أهداف ويعادل بهم رقم فيلموتس، وتخليه يكون أول لاعب يسجل ثنائية في 2 ماتشوات متتالية في كأس العالم بعد دييغو مارادونا عام 86 ضد المنتخب البلجيكي والمنتخب الإنجليزي. بونتو المكسيكي تشيتشاريتو ضد المنتخب الكوري الجنوبي في الجولة هذه يخليه أول لاعب في تاريخ المكسيك يوصل 50 هدف مع المنتخب المكسيكي. للمرة الأولى في تاريخ المونديال نلقاو 5 مدربين من الأرجنتين: ريكاردو غاريكا منتخب البيرو، هيكتور كوبر المنتخب المصري، خوسيه بيكرمان المنتخب الكولومبي، إدغاردو باوزا المنتخب السعودي، وسام باولي مدرب الأرجنتين. للمرة الأولى في تاريخ المونديال زادة ما يوفى حتى ماتش بالتعادل السلبي بعد 31 لقاء في دور المجموعات، رقم جديد بعد مونديال 54 اللي وصل لـ 26 لقاء من غير تعادل سلبي. بعد ما صنع الهدف الثاني للمنتخب الياباني ضد المنتخب الكولومبي، الياباني هوندا هو أول لاعب آسيوي يصنع 3 أهداف في 3 نسخ مختلفة في كأس العالم: مونديال 2010 ضد الدنمارك، مونديال 2014 ضد كولومبيا، والمونديال الحالي ضد المنتخب الكولومبي. بونتو نيمار ضد المنتخب الكوستاريكي يخليه ثالث أفضل هداف في تاريخ البرازيل بـ 56 هدف بعد بيلي 77 بونتو ورونالدو 62 بونتو، وهذا الهدف اللي جاء في دقيقة 97 يخليه أكثر هدف متأخر في دور المجموعات في تاريخ المونديال. بعد بونتو سواريز ضد المنتخب السعودي في الماتش اللي فيه 1-0، يولي سواريز أول لاعب في تاريخ الأورغواي يسجل بونتو ولا أكثر في 3 نسخ مختلفة من المونديال: 3 أهداف في مونديال 2010 و2 أهداف في 2014، ويولي سواريز الهداف التاريخي للأورغواي برصيد 52 هدف. بونتو الدون كريستيانو رونالدو ضد المغرب هو البونتو 85 للدون مع البرتغال، وهو اللي يخليه يكون أكثر لاعب أوروبي يسجل أهداف دولية عبر التاريخ. خسارة السويد ضد ألمانيا البارح هي الخسارة الأولى للسويد في كأس العالم من مونديال 90 في دور المجموعات. بونتو دي لامبرون البارح ضد المنتخب البلجيكي يخليه أصغر لاعب تونسي سجل في المونديال بـ 23 سنة بعد ما كان علي الكعبي في مونديال 78 بـ 24 سنة. هذه أهم أرقام الجولتين في دور المجموعات. خالد، اخترت تتعلق على رقم لوكاكو واللي هو الهدف التاريخي للمنتخب البلجيكي وأول لاعب في تاريخ المونديال يسجل 2 ثنائيات في 2 مقابلات ورا بعضهم. هو يؤكد القيمة متاع الملاعب هذه، وظهر لي 4 أهداف تسجلوا من داخل في وسط 16 متر 50. دونك كما قلنا هو حسب الإحصائيات ظهر لي أحسن لاعب، عنده نسبة متاع أهداف في المنطقة ريناه أبار هذاك، هو في الريجستر الكل هو انكونترنابل، يعني ما تنجمش توقفه يمين يسار بالراس. دونك متصور أنا قد ما تمشي البلجيك في التورنوا قد ما يكون هو يسجل في الأهداف، ممكن ياسر يكمل عنده بلسور هو في الشوفي، ما هيش حاجة كبيرة ياسر. أنا رقم آخر متاع المدربين متاع الأرجنتين، 5 مدربين و5 مدربين بيسك فياسكو توتال، ما فيهم حتى مدرب ينجم. شمعني شنو نجم مستنجم ممكن الميثود دو ترافاي متاع الأرجنتين ما عادش أنا مش على مود، مي قديمه شويه بوتيتر، فما ديزيكول اخرين طالعين كيما توا اللي طالع اكثر ايكول طالعه توا في الفوتبول مونديال هي البرتغال، اسبانيا كيف فما البرتغال اون ايفولوسيون. الرقم الاخر ممكن يشدني زاد نتاع تونس، الهدف اللي سجلوا برون ظهر لي مشاركتنا نتاع المونديال الكل براتيكمون لي ديفونسور اكثر عندهم اكثر نسبه نتاع تسجيل اهداف في 78 لي دو لاتيرو ماركا الكعبي وذويب، 2006 جعايدي، واليوم
برون بوزعيان بوزعيان كيف كيف دونك ظهر لي اكبر نسبه نتاع واصغر ملاعب كيف واصغر ملاعب واصغر ملاعب اما يعني باش نوريك المدافعين نتاعنا عندهم اكثر نسبه نتاع تسجيل اهداف في النهائيات نتاع كاس العالم تو نورمالمون عندنا بونتو واحد مركي اتاكون هو زيد 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 فوالا جوستومون هو الاتاكون الوحيد اللي مركع في تاريخ كره القدم التونسيه وسكندر بينادي نتاعه ما نحسبوش اتاكون دو ميليو ديفونسيف فرجاني ساسي و سكندر كان نحسبوه مع لي ميليو دونك دونك لو سول جوار هو زياد مارك منتصر 31 ماتش لحد صياغه التقرير هذايا وفات باهداف وحتى تو وفات حتى مقابله بالتعادل السلبي دونك فما لعب فما كره فما سبيكتاكل سورتو البورسونتاج هذول اللي حكينا عليه المره الاخرى عاود طلع نتاع الاهداف اللي في اخر الماتش نشوفوا اليوم البونتوات اللي تماركات مره اخرى في اخر الماتش ممكن البورسونتاج الفار عاون شويه الفيديو عاون شويه سي سور في بينالتيات تعطات سي سور فرنسا الماتش الاول زوز بونتو بالفار معناها فما بون مي انا بالنسبه لي انا جي دي ريزيرف الحقيقه مع اليوم ماتش اسبانيا والمغرب كان جات نفس الاكسيون المغرب يمكن الاربيتر راه ما طلبش الفار خاطر المغرب هاي في الماتش الثاني عندهم بينالتي مع البرتغال الاربيتر ما طلبش اليوم في اورجو بونتو اورجو لاسبانيا هاي طلبوه ما حبش اليوم شاد صحيح مي على البينالتيات الريكور هو 17 بينالتي في مونديال كامل هذا اعلى رقم تاع بينالتيات تعطاه في كاس عالم توا وصلنا ل 18 في دور المجموعات برك يعني فتنا المعدل برشا الرقم القديم 17 بينالتي في كاس عالم كامله والرقم الجديد 18 في دوري المجموعات انا فما مشكله راه في البينالتيات حسب رايي انا خاطر انت تجيب توا مثلا اكسيون تاع بينالتي توريها اربعه ولا خمسه ديزاربيتر فما ديزاكسيون ليتيجيوز معناها سي لابريسياسيون دو لاربيتر واحد يقول لك تتزفر واحد يقول لك ما تزفرش ما نحكيش على لي فوت الظاهرين دونك لابريسياسيون تاع الاربيتر تقعد ديما داكتواليتي معناها سي لوي كي فا جوجي فهمتني اما سا بروف كو فما كوره فما ناس تمشي فير لافون فما ان اسبري اوفونسيف حاجه الاخرى زاد ديتاي امبورتون اللي ابار البول نتاعنا والبول نتاع السعوديه في اخر دوزيام جورني كل شيء مازال جواب معناها ابار لي دو بول هذوما معناها الاوروغواي وروسيا ترشحوا وبلجيكا ترشحوا وبلجيكا وانجلترا في الاخرين فما ناس فما توت جوابل ما الارجنتين مثلا اللي قلنا بريسك خرجت نو مازال لها ماتش مع نيجيريا تنجم تتعدى المانيا 90 دقيقه خرجت من المونديال بعد توني كروس نجم تكمل الاولى في البول معناها تفكرها في الفينال المانيا لا معناها في الدقيقه 90 في الدقيقه 90 المانيا روحت من الكوب جيمون دقيقة 95 ربحت الماتش نتاعها كان المكسيك تخسر مع السويد نجم تكمل الاولى في البول معناها بالجولافيرا دونك مازال فما برشا لعب توتي توفي يمكن النسبه نتاع لي بينالتي زاد الظاهر اللي زادوها مش لي زاتاكون هي الفار اللي زادتها على خاطر برشا لا الفار هي اللي معناتها خلات برشا ديزاربيتر يعاودوا يرجعوا باش خاطر قبل كان الاربيتر برشا مرات وقت اللي يرجع للفار كانت ما تزفرش توا اليوم ولات تزفر معناتها زاد خلات عطات بورسونتاج اكبر باش يتزفروا دي بينالتي اكثر بالضبط البرازيل اللي تزفرت زفر بينالتي زفر ومن بعد رجع فيه بعد رجع نحى البينالتي الوحيده هذيك الوحيده اللي تنحات وباقي الكل تعطاو يعني زفروا من الاول ومن بعد نحات ثم نتاع المغرب اللي هي واضحه وما تعطاتش في ماتش البرتغال انا حبيت رقم بالحق حيدر كريستيانو صحيت راجل كبير خليته لك كريستيانو رقم كبر 85 بون كبر وما عادش ينجم يكمل وكهو واش قاعد يعمل ولازم يمشي للشين ولا لامريكا ولا عروض الخيال المنتهي اللي قاعده موجوده عمل ريكور ساعه اكسيليراسيون كسر به الريكور نتاع 2010 نتاع روبين في الماتش الاولاني ومن بعد اليوم 85 بونتو ناخذ منك شويه وقت الناس اللي حبوا يعلق على كريستيانو رونالدو اليوم تعال نرجع لك تفضل كريستيانو رونالدو معناتها ملاعبي قال لي اور نورم معناتها وقت اللي حاجتك بيه تلقاه وقت اللي حاجتك بيه تلقاه ولهذا معناتها كريستيانو من احسن الملاعبيه معناتها تعرف ان توجدوا في السنوات الاخرى ملاعبي اللي كابابل معناتها باش يربحك تو مومون ثلاثه بونتو الاخرانين اللي ماركاو معناتها بالحق يتقراو خاصه البلاريتي الاخرى معناتها في 90 دقيقة كنلعب قدر كي ماركي الكل كيفاش؟ كنلعب قدر كي ماركي نشد انا وانت ومنصر هذا مع بعضنا شكون اللي ما ماركيليش خلي كامل خلي كامل طارق اي دونك حبيت نقول لك انه قضيت بيا قضيتك انا ركح الميكرو نتاعو ورجع لي سي بون الميكرو ركح
ما تشدهاش الحكايه حتى دقيقه لا خاطر بالحق كريستيانو رونالدو تقال عليه برشا برشا كلام السنة اول ما بدا الفاز دالي مع ريال دو مدريد وتقال عليه برشا كلام شنو ينجم يعمل في المونديال هذا كسر الكلام الكل وكسر لي ريكول بوسيبل بالنسبه لي هو وكل ما الميكرو واضح وكل ما يمشي لقدام قاعد يكسر في لي ريكول قلت لك اليوم كي تلقى 85 هدف اكثر لاعب اوروبي يسجل اهداف الحقيقة رقم كبير شخصية كبيرة البرتغال مع رونالدو إيكيب كبيرة ياسر وتنجم تمشي لقدام ما غير رونالدو تشوفها إيكيب عادية اليوم تتفرج في ليم ناسيونال بعد ليم ناسيونال السيد تقول يلعب أول ماتش في حياته جرينتا قرحة الجريماس اللي موجودين في الوجه كيفاش يدز في صحابه من ليم ناسيونال تحس أنه ثم ليدور واقفة وراه اون إيكيب ناسيونال اسلام يقول لي ما جاش كريستيانو اليوم اسلام في الوريات يقول لي ما جاش يقول لي ضيع بينالتي اسلام عنده مشكله انت جاوبت لا 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 انت جاوبت لا ما يحبش البارسا اسلام ما عندوش مشكله اما انت جاوبت معناها سو لو شون انه البريزونس نتاعو حضوره فقط يربك المدافعين الاخرين حيدر شوف عبد باللي تيتر اللي هزم الكل وكمل التيتر الاخراني اللي هو لورو باهي شنو هو اللي يخلي الشحنه المعنويه والجرينتا ولا راج دو فانكر اللي عنده في كل ماتش اللي كاينه الماتش هذا نتاع حياته كاينه صحيت منصر كاينه الماتش هذا باش يقعد باش يحيا بعده هذا ينجم يهز ايكيب وراه وهذا ينجم يقول انا موجود لخدمه بلادي هذا اللي لوجناه نحن وهذا اللي قلنا نحبه نلقاوه في المنتخب ونحبه نحسوه في تجاعيد وجه الملاعبيه نتاعنا خاطر انا كيما قلت لك نحب نحكم نحين من جرى وما جراش وقص ومشى نحب نحكم على ملاعبي كيكا اليوم جمهور تونسي يحكم على ملاعبي اللي امبريفيزيبل زاد اي سي نورمال هذيك الكاليتي التكنيك نتاعو يخلوها امبريفيزيبل اي سي نورمال بالضبط نمشيو احنا مع برومو كود ومع لي سبيسياليست برومو كود في لا مينوت برومو كود في خصوص مقابله غدوه ونرجعوا للتعليق عسلام ومرحبا بكم معنا في مينوت برومو كود طلال المره اللي فاتت قلت لي الارجنتين صعيب كان تخسر 3-3 تحجمنيش تاو الكره فيها دي سيربريز راهو اون سون با تو بريدير غدوه في ماتش ارجنتين ونيجيريا نيجيريا اللي حاجتها بان بوان اللي ينجم يرشحها للدوزيام تور الارجنتين يلزمها تربح حتى يمكن اكثر من هدف فارق وتستنى Je vois un match où l'Argentine elle va dominer, où elle va se créer de nombreuses occasions. Alors, c'est vrai, ce match Croatie, où on a tenu contre l'Islande, on fait le match, on a shoot en moyenne 10 à 12 tirs, on a tous le temps, on a fait 8 corners kif par match. Donc, on a vu le match qui a fait à la fin 10 corners, et on a promo code, on a fait un match qui a fait 10 corners, et on a fait à la fin 10 corners le match. Et pour France? بالنسبه لفرنسا ودنمارك فرنسا ودنمارك زوز ينقصهم ان بوان باش يترشحوا فرنسا ما ترشحها ما ينقصها ان بوان باش ترشح الاولى نيه دنمارك ان بوان يرشحها دوزيام vu que Deschamps a قال باش يصير روتاسيون ديفيكتيف وباش يرتح 5 تيتولير دون لو غارديان لي لاتيرو ميلو تيران دونك vu que ان بوان يرضي الفريقين نتصور الماتش هذا نشوفه بتعادل ميرسي طلال ما تنساوش باش تعملوا انسكريبسيون تلقاو 5 دينار دو بيانفينو نقولوا لكم باي باي كنتم مع لا مينوت برومو كود ونفكركم للموقع التونسي promocode.com لو ليدور دي باري سبورتيف اللي نجم يخليكم تلعبوا بالدينار التونسي وانتم في الدار يعطيكم بونوس 100% على اول ريشارج تلقاو ديما اكثر ديتاي على السيت promocode.com ونكملوا زاده مع البرونوستيك نتاعنا غدوه المقابله ممكن هي المقابله الحدث هي المقابله الشوك بين نيجيريا والارجنتين ناخذ البرونوستيك من عندكم خالد نيجيريا الأرجنتين كيف تشوف الماتش هذا ماتش نتاع كاليفيكاسيون هي نيجيريا عطاتها كادو كي ربحت ايسلاند ديجا رجعت للمونديال عطات كادو الأرجنتين داري باش تعطيها ان دوزيام كادو باش تخرجها من باش تعدى الأرجنتين متصور غدوا ما عندهمش حتى حال كان باش يربحوا ماتش الفيريتي نتاع الأرجنتين الكل ما نتصورش تعداو في دو يعني في دو ماتش تعداو اترافير ما نتصورش غدوة يخليو لوكازيون تتعدى حسب الكلاسمون لازم يربحوا بسكور الارجنتين لازم تربح لا كان الايسلاند تخسر مع الكرواسي تعدى اوتوماتيكمون خاطر هما ديجا عملوا انا ان دونك ما ليسونسيال ما تعش على الكرواسي خاطر تعدات ديجا هما الاولانيين نجموا غدوة ما يكونوش في نهار باهي ان بوان بركه يعدي الايسلاند دونك تصور ماتش عمرها الايسلاند بيان سور بيان سور دونك تصور الارجنتين باش يربحوا دون تو لي كا لازمهم يربحوا تعداو ولا ما تعداوش لازمهم يربحوا باهي
منتصر 1-1 تعادل في الماتش هذايا تكون مش يعطيني نيجيريا رابحه منتصر ناصر الارجنتين تربح الارجنتين تربح كيف نيجيريا باش تربح نيجيريا والاولاد راهي اموركم ضعيفه شويه في البرونوستيك راهو لازم منا اللي نكملوا ليكيب مونديال لازم نتحسنوا شويه في الامور تاع البرونوستيك على خاطر تقريبا ما جبنا حتى شيء يعني لازم تعطينا مقابل تونس واحنا ماشيين ومن بعد من 90 ل 94 خاطر الماتشات الكل تلعبوا من بعد ال 90 صحيح دونك نشكر ناتيلي سبونسور اوفيسيال ليكيب مونديال وليكيب ناسيونال دعم رسمي لنا كحصه رياضيه اللي هي ليكيب مونديال وكذلك المنتخب الوطني ناتيلي شكرا نشكر زيد طارق العليمي ديك صحه ناصر الشدوي ديك صحه ناصر منتصر خالد المولي الجمهور اللي كان معنا الليله وانتم مشاهدي ليكيب وقناه التاسعه نعاودوا نتقابلوا كل يوم ان شاء الله انطلاقا للتسعه نتاع الليل صباح الخير